بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم أبنائي الأعزاء إلى هذا اللقاء المتجدد بكم في مادة اللغة العربية والمعيار 3-4 عنوان نشاطي يا أبنائي وطني، نجده في صفحة 127. سؤال التمهيد يا أبنائي، من يقرأ لنا سؤال التمهيد؟ أحسنت بني. أشاهد مقطعا مرئيا عن معالم الكويت ونهضتها. نبقى يا أبنائي مع هذا المقطع لنشاهد سويا بعض معالم الكويت ونهضتها. نتمنى لكم يا أبنائي مشاهدة مفيدة ممتعة. تحتفل الكويت باليوم الوطني 59، واللي ما يعرف الكويت فيها معالم سياحية مميزة وعديدة، واللي ما زالت حتى اليوم تستقطب نسب زوار كبيرة. من أبرز هذه المعالم أبراج الكويت، هي ثلاثة أبراج على ساحل الخليج العربي في منطقة تسمى رأس عجوزة، وصممت من تصميمها الهندسي في السويد، ونفذت أيضا من قبل شركة يوغوسلافية عام 1975، وتم افتتاحها رسميا في 1 مارس من عام 1979. في يوم 31 ديسمبر 2001 تم إطفاء الأنوار في أبراج الكويت، وهذا الشيء كان لتوديع عام 2001 واللي كانت فيه الكويت عاصمة للثقافة العربية. سوق المباركية هو سوق شعبي تراثي ويعد من المعالم التراثية لدولة الكويت، طبعا سمي بهذا الاسم نسبة إلى الشيخ مبارك الصباح، وأنشئ على يد التجار الكويتيين اللي كانوا يجلبون بضاعتهم من العراق والهند وأفريقيا عبر السفن، ويلتقون في هذا السوق عشان يتبادلون البضائع. يكثر في هذا السوق أنواع وفيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية والحلويات الشعبية، وأيضا التمور والعسل ومحلات العطارة والملبوسات الرجالية والنسائية والسلع التراثية والتحف، وأيضا الخزفيات والتذكارات، وكلها بأسعار مناسبة. بيت القرين هو منزل في منطقة القرين، كان أحد مراكز المقاومة الكويتية، إبان الغزو العراقي للكويت، ووقعت فيه معركة في 24 فبراير عام 1991، واللي قتل على أثرها 12 شخص من أفراد المقاومة. وبعدها أمر الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح بتحويله إلى متحف تاريخي، وقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بتحويل المنزل إلى متحف لتخليد ذكرى الشهداء. الجزيرة الخضراء هي جزيرة صناعية تحتل مساحة قدرها 785 ألف متر مربع، وترتبط باليابسة بممر طوله 134 متر. تتضمن العديد من المرافق السياحية، واللي ساعدت في رفع مكانتها في قائمة وجهات السياحة في الكويت لتتصدرها لسنوات عديدة. برج الحمراء هو واحد من أهم المعالم السياحية في الكويت والأبراج التجارية ومنطقة الخليج بالكامل، ويبلغ ارتفاعه 414 متر، ويعد أطول بناء على الإطلاق في الكويت، وضمن قائمة تضم أطول 23 مبنى على مستوى العالم. يتميز هذا البرج بتصميمه الفريد، واللي يأخذ شكل مخروطي مفتوح، واللي يشوفه يعتقد من النظرة الأولى بأن قطعة ورقية عملاقة للغاية. البرج يأخذ الأنظار من مختلف الأماكن بالكويت، وتستطيع أن تراه أينما ذهبت. وأيضا هذا البرج يتوفر فيه إمكانية التشغيل بالطاقة الشمسية، وعشان كذا صنف كواحد من الأبراج الأكثر أهمية وفائدة حول العالم. إذن أبنائي الأعزاء، كان ذلك المقطع حول
بعض معالم الكويت ونهضتها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت شعبا وحكومة ووطنا. القراءة يا أبنائي، من يقرأ معنا نص الموضوع؟ نعم، أقرأ الحوار التالي قراءة جهرية سليمة. التقى الجد فيصل أحفاده في منزله بعد صلاة الجمعة، والتفوا حوله فبادرهم قائلا: سأتحدث معكم عن حب الوطن والانتماء إليه. قال محمد: ما أعظم كلمة وطني، فديننا الإسلامي حثنا على حب الوطن والوفاء له. قالت لطيفة: والوطن كلمة عظيمة حبيبة إلى القلوب، تتغنى بها الألسنة وتنطق بها الشفاه من جيل إلى جيل، فما أطهره من معنى يثير في النفوس أسمى المشاعر. إنها جنة الله في أرضه، وما أجمل قول مصطفى الرفاعي: بلادي هواها في لساني وفي دمي، يمجدها قلبي ويدعو لها فمي. ولا خير في من لا يحب بلاده، ولا في حليف الحب إلا بيتيمي. قال الجد: نعم يا أحفادي، الكويت هي وطني الحبيب، يسري حبها في دمي وقلبي، ففيها ولدت، وعلى أرضها الطيبة نشأت، ومن خيراتها الكثيرة أكلت، وفي مدارسها تعلمت. نعم، نتابع أبنائي. قالت لطيفة: وطني وصبايا وأحلامي، وطني وهوايا وأيامي. قال الجد: إننا الكويتيين كبارا وصغارا نعتز بوطننا الكويت الحبيبة التي تتمتع بمكانة بارزة في العالم، فكلنا نفخر بالكويت منبع الخير ومصدر الثقافة ومركز العمل الإنساني ونهر القيم والمبادئ السامية. قالت لطيفة: روحي وما ملكت يداي فداء. قال محمد: نعم يا جدي، كلنا نعشق الكويت. قال الجد: الكويت هي هويتنا وانتماؤنا وفخرنا، فلنعمل جاهدين في المحافظة على تقدمها ورقيها والدفاع عنها بكل غال ونفيس. نعم أبنائي. إذن أبنائي الأعزاء، كان هذا الحوار بين الجد فيصل وأحفاده محمد ولطيفة، يعبر عن مدى الحب الذي في نفوس أبناء الكويت لذلك الوطن الحبيب، الذي نسأل الله أن يجعله شامخا عزيزا بين البلدان. الإعداد، من يقرأ يا أبنائي معنا سؤال الإعداد؟ أتعاون مع مجموعتي فيما يأتي. نعم، تحديد نوع النص. هل هذا النص يا أبنائي سردي أم قصصي أم علمي أم معلوماتي أم وصفي أم حواري؟ أن يقول يا أبنائي: نعم أحسنت بني بارك الله فيك، كان عبارة عن نص حواري، فهو حوار دار بين الجد فيصل وأحفاده محمد ولطيفة. أحسنتم أبنائي وبارك الله فيكم. بيان مميزات النص الحواري. ما هي يا أبنائي مميزات النص الحواري؟ نتعرف يا أبنائي سويا على مميزات النص الحواري. فمن مميزات النص الحواري يا أبنائي: التفاعل بين الشخصيات، كذلك تبادل الأسئلة والإجابات حول الموضوع الرئيسي للنص. أيضا لكل فقرة حوارية فكرة فرعية مرتبطة بالفكرة الرئيسة للحوار. وكذلك من مميزاته الالتزام بقواعد اللغة المكتوبة التزاما دقيقا. أحسنتم بارك الله فيكم أبنائي. فلنملأ يا أبنائي الفراغات في الشكل التالي: موضوع الحوار،
والزمان والمكان والمتحاورون في هذا النص الذي قد قرأناه سويا. ما موضوع الحوار يا أبنائي؟ من يقول؟ نعم أحسنت بني، بارك الله فيك، كان عبارة عن حب الوطن والانتماء إليه. أما الزمان يا أبنائي فمتى كان ذلك الحوار؟ نعم أحسنت، بعد صلاة الجمعة. أما المكان فأين دار ذلك الحوار يا أبنائي؟ من يقول؟ أحسنت بني، في منزل الجد فيصل. أما المتحاورون نذكرهم يا أبنائي كانوا الجد فيصل ومحمد ولطيفة. أحسنتم أبنائي وبارك الله فيكم. الممارسة، من يقرأ لنا يا أبنائي سؤال الممارسة؟ أحسنت بني، أكتب نصا حواريا بين الوطن والمواطن. الآن يا أبنائي نكتب ذلك النص الحواري ونموذجا لذلك النص الحواري، فمن يقرأ يا أبنائي هذا النص الحواري بين الوطن والمواطن؟ نعم، المواطن: يا وطني إنني أحبك. الوطن: وأنا أحبك يا مواطني ولكني أعتب عليك. المواطن: لماذا يا وطني؟ فأنا أتغنى بحبك في كل مكان وأتحدث عنك في كل وقت. الوطن: الحب فعل وعمل وليس كلام وأغاني. المواطن: ماذا تريدني أن أفعل؟ الوطن: يجب أن تعبر عن حبك لي عمليا في كل لحظة وفي كل عمل. المواطن: كيف يا وطني؟ قل: وسأفعل. الوطن: حبك يعني المحافظة، يعني المحافظة على ممتلكاتي واحترام القوانين. تفوقك في دراستك ونجاحك أصدق تعبير عن حبك. المواطن: وماذا بعد يا وطني الغالي؟ الوطن: حرصك على البناء والمحافظة على أمني والدفاع عني هو تعبير صادق وجميل عن حبك. المواطن: أعاهدك يا وطني على أن أفعل كل ما يعبر فعليا عن حبي لك. الوطن: أشكرك يا مواطني، أشكرك يا مواطني. إذن يا أبنائي كان ذلك حوار بين المواطن والوطن دار بينهما. وإلى هنا يا أبنائي نأتي إلى نهاية وختام درسنا هذا، الذي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم بما جاء فيه. ألقاكم بخير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.